بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تحية لشعبنا البطل الذي سطر أكبر ملاحم البطولة في ثورته السلمية ضد أكبر الأنظمة همجية وإجرام في تاريخ البشرية والإنسانية. التحية كل التحية لأمهات الشهداء من المواطنين السلميين العزل وشهداء الجيش السوري الحر، وتحية لأم الشهيد البطل أحمد الخلف، ونزف لأم هذا الشهيد وللثورة السورية هذا البيان. بسم الله وبفضل من الله علينا، قمنا نحن مجموعة من الضباط والجنود الشرفاء بإكمال صفوفنا وتشكيل كتيبة باسم كتيبة الشهيد أحمد الخلف قطاع جنوبي في محافظة درعا، والانضمام لصفوف الجيش السوري الحر. وبذلك أنا الملازم أول شريف الكايد من مرتبات قوات المدفعية الفوج 153 ميم دال، أعلن أنا وزملائي انشقاقنا عن صفوف هذا الجيش، وذلك للأسباب التالية: أولا قتل المتظاهرين السلميين العزل، ثانيا تدنيس دور العبادة وهدم المساجد وانتهاك الحرمات، ثالثا قتل الضباط والجنود الشرفاء. ونوجه رسالة للضباط المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم إخواننا وأبنائنا وهم معروفين لدينا، وبأننا سننتقم لدم ولأمهات وزوجات وأبناء الشهداء. كما نوجه رسالة إلى الشعب السوري الحر أننا دعاة حرية ولسنا دعاة قتل وأرهاب وتطرف ديني، وأننا نقاوم ضد تعاد التطرف والإرهاب، وأننا موجودين بجانب هذا الشعب لحمايته، وأن زمن المداهمات الهمجية سينتهي، وبأننا سنقطع يد كل من يحاول النيل من كرامة أبناء الشعب السوري. عاشت سوريا حرة، وعاش الشعب السوري.